ورحمة الله وبركاته. اليوم نلعب عالم الدبابات ودبابة تي 25 بيريوم إيليت تانك، يعني بفلوس، بس ما أظنها غالية واجد، يمكن 55. في مرات يسوون ديسكاونت، مو مرات، وكل سنة لهم عروض أو كل 3 شهور أو 4 شهور. من خلال خبرتي في اللعبة هذه، المهم إحنا الحين نلعب 4K وماكسيمم سيتنج ودي الدبابة الميديوم تانك. هذا الميديوم تانك تشبه الدبابة الروسية TR-30، بس ما أظن تكون منافسة لها، لأن شوي غريبة. يمكن القوات الألمانية بذاك الوقت انتجت أنواع دبابات مختلفة من هالتايجر بي، بس ما انتجوها بكثرة. مشكلة الجيش الألماني بذاك الوقت إنه كان ما ينتج كميات دبابات أكثر من العدو الروسي والأمريكي. إذا أنتج مثل الروس والأمريكان دبابات مش بكواليتي، شلون التايجر 1 والتايجر 2 مكلفة ترى. يلا سببت له شوية دمج. اهم شيء ان نكون سفايف. ليش؟ عشان يعطونا اكثر مقابل. الحلفاء هنا بدوا يهجمون على هذا المحور، العدو ينسحب. الحين دبابة سحبها، في دبابتين هناك، في دبابة هنا متقدمة بعد. دبابات ناقاها انهم يبقون يجهزون على القوات اللي هنا. في 3 دبابات حتى المدفعية قامت تقصف، هاي شيء زين عشان تخافون. هذا هو المدفع، راحت عليه الطلقة الذهبية، الفرصة الذهبية. احنا متقدمين واجد بشوية. We didn't even scratch them. ليش؟ المفروض يضربها عشان زين وبعدين اكتف. الدبابة عندي اعلى كنترول،
والله الفرق دبابتين. شمعنى هني يعطون من القيار فورفيت وبعدين هذا ماستر كمان. يلا نشوف كم يبي لنا لين ناخذ التي 54. ما ادري ليش يستوي كذي في هذا. والله شوي قال لي كم 87. ان شاء الله الحين يقل. شوف شو يكتبون. يلا نرجع للجراج ونروح دبابة ثانية. مع السلامة.